دكتور محمود، فيروس نيوكوف اللي اكتشف في الخفافيش في الصين، ايه المعلومات المتوفرة عندك عنه؟ عايزين نعرف. انا مش هلا عارفة يعني نيوكوف، المصايب دي، انا مش فاهمة. اتفضل يا فندم. شوفي النيوكو 80% من الفيروسات يلي بتصيب الانسان بتيجي من الحيوانات، يعني هاي لازم نعتبرها. ففي شكل طبيعي انه الفيروسات اللي بتاخذ من الحيوانات حاضن طبيعي، زي حاضن طبيعي، يعني فيروس بيعيش ضمن بالخليه، يعني فيروس خارج الخليه بيكون جامد، وقت بيدخل خليه اي كان حيوان او حشرات او نباتات بياخذ حيويه في بياخذ معيشه. فالفيروس ده موجود في جنوب افريقيا بالخفاشات وموجود في الصين. ده الفيروس بيكون اسمه نيوكوف عشان العيله بتاعته البيتا كورونا فيروس، اللي نفسه بيكون ابن عم، يعني اذا اردنا ابن عم الميرس. الميرس هو فيروس الكورونا اللي اصاب متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه، اللي اصاب السعوديه واصاب مصر ايوه بال 2015. بس الانتشار دي عيلة بتاعه بقى ما يا كانش، دكتور، عيلة بقى، لا دي عيله بس، ونسبه الوفيات عاليه جدا بالنسبه عيلة للميرس، وعايزة يعني حوالي تخلص 5. على العالم. بس حاجه طبيعيه دي، شوفي هي حاجه طبيعيه، يعني خلينا نكون صريحين، كل نحن بعلم الفيروسات بنقول كل 15 20 سنه حيطلع، او 10 15 سنه بيطلع فيروس، الفيروس تتطور بالحيوانات لتصل لمرحله تصيب الانسان، ماشي؟ فده تطور، يعني ده حاجه طبيعيه، ماشي؟ عشان كده من كل 10 15 سنه كل علماء العالم بيحضروا حالهم على وباء جديد، يعني ماشي. بس نحن الفتره الاخيره اخر 30 سنه ما حصلش، ماشي، حصل يعني بشكل خفيف، كان عندنا الكورونا اللي هو السارس معلش 2002. دكتور، حضرتك قلت ايه؟ كل 15 سنة العالم يحضر نفسه طبعا لوباء جديد؟ وباء جديد طبعا، هو بس حظنا الحلو يعني طبعا. بيجي لنا ده تطورات عاديه، ده تطور فيروسات، يعني بيتطور من الحيوان بالتالي الانسان يصير قادر لا على إله على إلا الله. عدد الانسان. ما شوفي يعني خلينا نكون صريحين، ب 2002 كان عندنا الكورونا اللي هو السارس، ماشي، الحمد لله ما كان انتشاره خفيف. سارس. بعدين جانا الميرس، كمان ابن عم الكورونا ده في بيعمل ايه؟ ده 35% 2015. 2015 ده، بس الحمد لله ده ما قدرش ينتشر ما كتير عشان لحقناش، عايز احنا في 2000 دلوقتي، 21 22. فالحمد لله الميرسي كان صعب انتشاره، عايز يعني كونكت مباشر جدا جدا، يعني كان يصير العدو فقط بين المريض والدكتور بتاعه او بين الرجل ومراته، يعني فكان عايز يعني كتير كونكت كتير قوي عشان ينتقل. فده تطور الفيروسات. بالنسبه لنيوكوف ده لقوه، بس انا اللي خايف منه دلوقتي يجوا بقى في المخابر يبحثوا عنه، ده يمكن يؤدي لكارثه، يعني لو هلا قعدنا ندخل في النيوكوف ونفحص عنه مخبريا يمكن بالفعل اسرع انه يعدي البشر، ماشي؟ ده يعني انا بوجه حتى كل العلماء بوجه رساله انه سيبوا التطور يكون طبيعي، لما بيتدخل انسان يمكن يعني تطور ما يصير غير يبحثوش طبيعي عنه، يؤدي، ما يبحثوش لا ما عنه. يبحثوش عنه، عيفه يتطور طبيعيا، عيفه يتطور طبيعيا، البحث عنه يمكن يؤدي ما هو لكارثه، لازم هذه صراحه يعرفوا ايه مشاكله وايه اعراضه، يعني ما هو ازاي المشكله، ممكن يتم القضاء عليه. ما هو لما يفحصه انا بزرع الفيروسات في المخابر، ماشي، بنميه، ويمكن لما انميه احوره، ماشي، يتحور يصيب الانسان. دلوقتي ده يعني في حاجه، خطأ يعني علمي معلش، واضح هو دايما البحث عن الفيروسات في المخابئ والمختبرات ده بيخليها تنتشر؟ طبعا، لانه الشغل عليه يمكن يخليه ينتشر، يعني خلينا ده نقول كلام صراحه، فيروس خطير الماري جدا بورج يا دكتور محمود. طبعا فيروس الماري بورج كان من ازاي؟ فيروس الماري بورج كان عم بيسوي لقاحات لشان الاطفال في المانيا، فطلع فيروس الماري بورج وقتل العالم، يعني قتل حوالي 2000 حوالي 900 و1000 انسان قتل. ولكن انا اللي قصدي اقول انه شوفي في خطا علمي شائع بيقول لك ده فيروس بيصيب الحيوانات ما بيصيبش الانسان، ده كلام خاطئ. زي ما قلت اول حلقه 80% من فيروسات بتصيب الانسان من الحيوانات، ولكن بالتطور الطبيعي بيكون بطيء، فلما انا باجي وبعمل عمليات على الفيروس، ماشي، يمكن اسرع من تحوره يتحور يقدر يصيب الانسان، ماشي، على ما بعمل عليه تجارب. فدايما العلماء العالم بيقولوا قدام الفيروسات دي زي اللي بيلعب بالنار، لازم يكون دايما يعني يكون المخابر معقمه جدا، اللي عم يعمل تجارب يكون جدا واعي، يعني ده بيحصل خطا زي ما كان اول ما طلع الكورونا يقولوا خطا مخبري. ايه الخطا المخبري؟ زي اللي بقول عليه دلوقتي انه يكونوا حصل زي حاجه بس مش اي دليل حتى دلوقتي، ولكن
الخطأ الشائع العلمي بيقولوا انه لا، الفيروس بشكل عام هو حيواني. لا، ما فيش حاجه اسمها فيروس حيواني وفيروس انساني. الفيروس بتحور مع الوقت عن طريق انتشاره فيصبح يصيب الانسان او يصيب، يعني شوف كل الفيروسات جدا من الحيوانات تقريبا 80%، فاللعب فيه يمكن نساعده على تحور ويقدر يصيب الانسان، فنعيف الطبيعه تاخذ مجراها. كل اللي قلته الحقيقه يعني مشكور جدا ومعلومات مهمه جدا دكتور محمود، بشكرك جدا دكتور محمود الافندي استاذ علم الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه للعلوم، وتوضيحات مهمه حول واقع الفيروس واحنا بقينا فين ورايحين على فين.